اهتمامات وزارة. يعني اننا الان غادي نديروا ان شاء الله ميتين كسلطة كجماعة كوكالة حضرية. وهذه المناسبة ما كنتش باش نشكر السيد العامل السيد الكاتب العام الاقليم على الدعم المطلق ديالهما، لان كل ما حصل من النجاحات هو كيرجع بفضل الدعم ديال السلطة على راس السيد العامل والدعم ديال السيد الرئيس. احنا كما كتلاحظوا في الشعار ديال القبيلة جينا عندكم باش نوجدوا معكم الحلول وحلول المشاكل ديالكم. كل كيعرف ان المقاربة ديال العالم القروي راه ماشي المقاربة ديال المدينة، كاين اختلافات كبيرة وما يمكنناش نطبقوا نفس المعايير ونفس القوانين على هاد المجالين بجوج، ما يمكنش، لان العالم القروي عنده خصوصيات ديالو. واكثر من ذلك الخصوصيات كتختلف من منطقة لمنطقة، يعني حتى القوانين خاصها تكون على حسب كل منطقة وعلى حسب الساكنين وعلى حسب طريقة الحياة. الهدف شنو هو؟ نرقاو نحسنوا الوضعية ديال العالم القروي، نهيئوا له جميع التجهيزات وجميع الامكانيات باش يمكن له السكينة تكون في واحد الاطار اللي يكون مشرف واطار اللي كيتمنى لاي واحد لاي مواطن. اللقاء ديالهم الا لاحظتوا القافلة بالنسبة لها هي قافلة عندها واحد المسار على صعيد الجهوي. البارح كانت في عمالة طنجة، اليوم في إقليم العرائش، غدا إن شاء الله في إقليم وزان، من بعد إقليم الشاوان، تطوان والحسيمة، باش كنديروا على الجهة كاملة. ونفس العملية دارت على صعيد الجهات على برا مملكة، وكلشي كانت الانطلاقة يوم واحد في شرطش. أول محطة عندنا في إقليم العرائش هي محطة ديال الساحل، لان لما كتتميز به هذه الجماعه الاهميه، لان بالنسبه لنا حنا عندنا واحد المجموعه ديال الخصوصيات، مجموعه ديال الوظائف، مجموعه ديال الامتيازات اللي خصنا نبرزوها، اللي خصها تعطاها الاهميه ديالها باش تكون واحد هذه الجماعه قاطره ديال التنميه للاقليم وللجهه وللوطن ككل. جينا لكم اولا باش نبين بان الاداره هي اللي كتجي عند المواطن، ما خصش المواطن هو اللي جاي. هذا حنا خصنا نجيو عليكم، حنا بالسماع ديالكم، وحنا مستعدين باش نحلوا معكم المشاكل. نتمنى ان نسمعوا منكم اقتراحات، ان الشعب يتدون كما قال السيد الرئيس اولا باش نحلوا واحد مجموعه المشاكل حاليا اليوم. وغادي نخصوا واحد اللقاء عاوتاني ان شاء الله في شهر 9 خاص الجامعه اللي غنكون ممكن نستغرق يوم او يومين باش نزيدوا نتمخوا في هذا الشيء هذا. ثانيا في اطار اعداد واحد القانون خاص بالعالم القروي اللي غيستجب لكم، غيستجب للساكنين. نعطيكم بيت، كاين واحد الانسان بغى يبني عنده ولدو تزوج بهذه الولد، ما يمكنش نحرموهم، خصنا نلقاو معاه حلول باش نلقاو واحد الصيغه القانونيه. وفي نفس هو علاش كنفرضوا التصاميم؟ لان السلامه ديال المواطن، ما نبغوش نخلي واحد يبني بطريقه عشوائيه، لا قدر الله غدا ولا غدا يوقع شي مشكل وكيكون واحد النمط ماشي مزيان، واحد البيزاج، واحد ديال مظهر مظهر عمراني اللي كيكون مشوه. هادشي ما كيشرفكمش لا نتوما ولا الوطن ديالنا ولا التوعية، لان يعني كنا ولاد هاد البلاد، كنا عندنا غير على هاد الوطن، كنا عندنا واحد الحس الوطني اللي خصنا اننا نوظفوه في اطار واحد العملية التأسيسية وفي اطار عملية ديال التنمية اللي غتكون التنمية الشمولية. دونك انا كان هاد المحطه ديال اليوم فيها جوج مراحل، المرحله الاولى غنسمعوا لكم كاملين، لكم الحريه انكم تحددوا وخرجوا داك الشيء اللي عندكم، حنا بحاجه نسمعوا لكم وندونوا الاقتراحات والاقتراحات. بغينا الاقتراحات، تعطونا المشكل وتعطونا الاقتراح. المرحله الثانيه اللي عنده شي مشكل في شي ملف معين مخصص، عنده شي رخصه دفعها توقفت له، عنده شي مشكل باغي عادي يحط شي بلان عنده، حنا هنا باش ناخذ منكم الانفاذ. القافله راه هي عباره عن مكتب مجهز، راه فيه الحواسيب، فيه لي زورديناتور، فيه لي زابريمونت، فيه الويفي، فيه كل شيء.
اللي بغى شي نوط دونسي من ورقه معلومات على شي وقعه اللي عنده هنا غنعطيو لكم يوما. هذا الشيء جينا حنا باش نمسدو لكم هذه الخدمه واللي هي خدمه اللي كتقوم بها الوكاله على طول السنه. اليوم جينا باش اطار تحسيسي ونستمعوا اللي عنده شي مشكل ولا شي ميل في الشرح حنا راه هنا الاشاره. وشكرا لكم. شكرا سي براشد.